السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الطلاب، مرحبا بكم في درس جديد من دروس لغتنا العربية. موعدنا اليوم مع حرف السين. موعدنا مع حرف السين. قبل أن نبدأ في حرف السين، هيا بنا نكون كلمات من أصوات الحروف التي درسناها. كلنا يمسك بالقلم ويكتب تحت الإملاء اليومي. زارا، كلنا يكتب زارا. تكلم في أثناء الكتابة. زارا، تكلم ثم اكتب، ثم اكتب الأصوات التي تنطقها. زارا، صحح لنفسك. زأرا، زأرا راشد، زأرا أسد، آسف، زأرا كتبنا زأرا، اكتب أسد، زأرا أسد، كلنا يكتب أسد، زأرا أسد، صحح لنفسك. أعزائي الطلاب، ما هذا؟ ما هذا؟ من يجيب؟ فارس تفضل. أحسنت، هذا سرير، مكتوب تحته كلمة سرير. بما بدأت كلمة سرير؟ من يعرف بما بدأت كلمة سرير؟ أسامة، ممتاز، بدأت بحرف السين، بدأت بحرف السين. كلنا يضع دائرة حول حرف السين، كلنا يضع دائرة حول حرف السين. أين الصورة التي تحوي حرف السين؟ عندنا صورة سمكة، وعندنا صورة سرطان البحر، وعندنا صورة صدفة، عندنا صورة سمكة، وهذا قبقب كما يسميه أهل الكويت، وفي مناطق أخرى يسمى كابوريا، وهذه صورة صدفة. أين الصورة التي تحوي حرف السين؟ من يعرف؟ مصطفى تفضل. كلمة سمكة، أحسنت. إذن نضع دائرة حول السمكة، كلنا يضع دائرة حول السمكة. أريد كلمات بها حرف السين، هيا فكروا. أريد كلمات بها حرف السين. خالد تفضل. سرير، أحسنت. فارس، مسجد، أحسنت يا بطل. فؤاد تفضل، أحسنت. سميع، مجبل تفضل. ساعة، محمد، سعيد، أحسنت. هذه كلمات بها حرف السين. سيارة، ساعة، سرير، سريع، مسجد، سعيد، سميع. هيا بنا نتعرف على مواضع حرف السين. أولا، السين في أول الكلمة. السين في أول الكلمة، من يأتي لي بكلمات بها سين في أول الكلمة؟ سعد تفضل. سعاد، أحسنت. خالد، سعد، ممتاز. فارس، سعيد، أحسنت. وليد تفضل. سامي، أحسنتم. سعاد، سعد، سعيد، سامي، كلها كلمات بدأت بحرف السين، بها حرف السين في أول الكلمة. الموضوع الثاني، السين في وسط الكلمة. نسير على السطح ثم نصعد
بسنة صغيرة، ثم ننزل ونسير على السطح، ثم نصعد، ثم ننزل ونسير على السطح، ثم نصعد ونسير على السطح. سعد، أريد كلمة بها حرف السين في وسط الكلمة. مسعد، أحسنت. سعيد، أريد كلمة بها حرف السين في وسط الكلمة. أحسنت. غسالة. علي، فستان. أحسنت يا علي، يا لك من بارع. أحمد، مستنقع. أحسنت. سين في وسط الكلمة مثل مسعد، غسالة، فستان، مستنقع. الموضوع الثالث للسين في وسط للسين في آخر الكلمة ملتصق بما قبله. الموضع الثالث للسين في آخر الكلمة ملتصق بما قبله. من يأتيني بكلمات بها حرف السين في آخر الكلمة ملتصق بما قبله؟ سلطان، خميس. أحسنت، أحسنت يا سلطان. فيصل، تفضل. لا حاسة، أحسنت. أحمد، تيس. أحسنت. نايف، رفاسة. أحسنتم يا أبطال. سين في آخر الكلمة ملتصق بما قبله، خميس، لحسة، تيس، رفسة. الموضوع الرابع للسين في آخر الكلمة غير ملتصق بما قبله. أنوار، تفضل. إحساس، أحسنت. سعيد، مدرس. أحسنتم. فارس، رماس. أحسنت. ركان، فأس. أحسنت. سين في آخر الكلمة غير ملتصق بما قبله، إحساس، مدرس، رماس، فأس. هيا بنا نتعرف أصوات حرف السين. هيا بنا نتعرف على أصوات حرف السين. مصطفى، كم حركة لحرف السين؟ أحسنت. ثلاث حركات لحرف السين، ثلاث حركات. السين بحركة الفتح، سا. السين بحركة الضم، سو. السين بحركة الكسر، سي. الأصوات سا، سو، سي. سا، سو، سي. هيا بنا أبنائي نردد نشيد حرف السين. أنا حرف السين، عندي ثلاث حركات، سا، سو، سي. أنا حرف السين، عندي ثلاث حركات، سا، سو، سي. أنا حرف السين، عندي ثلاث حركات، سا، سو، سي. علي، ماذا قال حرف السين؟ ممتاز، قال أنا حرف السين. مصطفى، كم حركة لحرف السين؟ ممتاز، لحرف السين ثلاث حركات، سا، سو، سي. السين بحركة الفتح، سا، يصبح الصوت سا. أريد كلمات بدأ بالصوت سا. إبراهيم، تفضل. سا، سجد. أحسن. فارس، تفضل. سا، سحرة. أحسنت. عبد الله، تفضل. سا، حسمة. بسام، تفضل. سا، حسمة. نفسه. سا، سجد. سا، سحرة. سا، حسمة. السين بحركة الضم، سو. الصوت سو. من يأتيني بكلمات بها الصوت سو؟ مصطفى، تفضل. سو، سجود. أحسن. فؤاد، سو، سرور. ممتاز. علي، سو، سعود. أحسن. محمد، سو، يرفس. أحسنتم. سو، سجود، سو، سرور، سو، سعود، سو، يرفس. السين بحركة الكسر تصبح الصوت سي. محمود، أريد كلمة
بها الصوت سي. سي سراج، أحسنت يا محمود. خليل، سي سباحة، أحسنت يا خليل. فارس، سي حسيمة، أحسنت. شامل، سي حسيدة، أحسنت. سي سراج، سي سباحة، سي حسيمة، سي حسيدة، أحسنت. أصل كل صوت من أصوات حرف السين بالصورة المناسبة. عندنا صورة سكين، وصورة سلحفاء، وصورة ستارة، وصورة سنجاب، وصورة سيارة، وصورة سفينة. وعندنا الأصوات سا سوسي. هيا نصل الصور بالأصوات. سكين، إبراهيم، صل. صورة سكين، صل صورة السكين بالصوت المناسب. سا سوسي، سي سكين، أحسنت يا إبراهيم. نصل الصورة بالصوت، نصل الصورة بصوت الحرف. سي سكين، سلحفاة، من يصل الصورة بالصوت؟ عبد المحسن، سو سلحفاة، أحسن. نصل الصورة بالصوت، سو سلحفاة. ستارة، من يصل الصورة بالصوت المناسب؟ سراج، تفضل. أحسن، سي ستارة، نصل الصورة بالصوت، نصل صورة الستارة بالصوت سي. عندنا صورة سنجاب، من يصل الصورة بالصوت المناسب؟ فهد، تفضل. سي سنجاب، أحسنت. نصل الصوت بالصورة، نصل الصورة بصوت سي. سيارة، طبعا سا سيارة متصلة، نصل بين صورة السيارة والصوت سا. سفينة، من يصل الصورة بالصوت؟ مهند، تفضل. سا سفينة، أحسنت. سا سفينة، نصل الصورة بالصوت سا. أكتب صوت الحرف الناقص. عندنا صورة سمكة، مكتوب تحتها كلمة سمكة ينقصها صوت، من يذكر للصوت؟ فؤاد، تفضل. سا سمكة، أحسنت. كلنا يكتب، كتب السبورة أولا. نذهب إلى صورة السبورة، مكتوب تحتها كلمة سبورة ينقصها صوت. أحمد، سو سبورة، أحسنت. كلنا يكتب سو، سو سبورة. وهذه صورة ستارة، مكتوب تحتها كلمة ستارة، نريد من يذكرنا بالحرف بالصوت الناقص. بدر، تفضل. أحسن، سي ستارة. وكلمة سمكة، مكتوب تحتها كلمة صورة السمكة، مكتوب تحتها كلمة سمكة ينقصها صوت، من يذكره لي؟ عبد المحسن، أحسنت. سا سمكة، فسا سمكة، سو سبورة، سي ستارة. هيا بنا أبنائي نستمع إلى نشيد الحروف. صاد ضاد طاء، ضاء عين، غين في، قاف كاف، لام لي، نون هاء، واو ياء، هذه حروف الهجاء. ألف أرنب يجري يلعب، يأكل جزرا كي لا يتعب. باء بطة نطت نطة، وقعت ضحكت منها القطة. تاء تاج فوق الراس، فيه الذهب وفيه المال. تاء ثعلب صاد دجاجة، وهو ماكر وقت الحاجة. جيم جمل
جمال في الصحراء مثل سفينة فوق الماء، حاء حج حسما رفا في طواف حول الكعبة، خاء خبز عند الباء لا يأكله إلا الجائع، دال ديك حسن الصوت قام يؤذن فوق البيت، دال ذئب وحش صلب لا يرهب إلا الكلب، راء رجل عرف الدين فهو صدوق وهو أمين، زاي زهرة أصفر أحمر وهي بعيني أجمل منظر، سين ساعة تحفظ وقتي في مدرستي أو في بيتي، ألف باء تاء ثاء جيم حاء حاء داء، دال راء زاي سين شين صاد ضاد طاد، ضاء عين غين فاء قاف كاف لام لين نون هاء واو ياء، هذه حروف الهجاء، شين شمس صنع قدير فيها الدفء وفيها النور، صاد صائد ألقى الشبكة بعد قليل صاد السمكة، صاد ضابط يحمي وطني يحفظ أمني يرعى سكني، ضاء طفل أجمل طفل فهو نظيف حسن الشكل، ضاء ظفر نظفنا طال قليلا فقصصنا، عين عين تخشى الله تشهد خيرا فيه رضا، غير غار غار حراء فيه أنزل القرآن، فاء فيل ذو أنياء وهو صديق يا أصحاب، قاف قمر فيه منازل ومواقيت تهدي السائل، كاف كلب عاش جواري يحرس غنمي يحرس داري، لام لحم لينمو جسمي يكسو عقلي فيه أسماء، ميم مسجد بيت الله فيه أؤدي كل صلاة، نون نهر نهر النيل فهو كريم غير بخيل، هاء هرم عال القمة وبناؤه رمز للهمة، واو وجه للإنسان فيه إشراق بالإيمان، ياء يد ترسم زهرة تبدع شكلا تظهر فكرة، ألف باء تاء ثاء جيم حاء حاء دال، دال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء، ضاء عين غين فاء قاف كاف لام لين نون هاء واو ياء، هذه حروف الهجاء. إلى هنا أبنائي نكون قد وصلنا إلى نهاية حصتنا، أترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.